الموت ديال الوالد ديالي، والثانية نهايات واحد العالم كنت عايش فيها أنا وفاميلتي. قبل ما نسرد عليكم قصتي غادي نقصر عليكم الطريق، طريق الأسئلة اللي كيدخل فيها بنادم في المطلع ديال كل قصة. شكون هذا اللي داوي؟ شحال في عمره؟ وتشكيلة المسائل من هذا النوع. سميتي رؤوف أوفقير، من الكنية غادي تكونوا عرفتوا بغا شكون هو، لكن لا شان في الصلفة. في الوقيتة اللي وقع الانقلاب ديال الطيارة كان في عمري 15 عام، وسميتها فاطمة، وعندي 5 خوتي ولد وربعة البنات. الصغير فينا هو عبد اللطيف عنده 3 سنين، والكبيرة هي مالكة عندها 19 عام. ما غاديش نزيد عليكم في السميات حيت مازال جاية وقتهم ويدوزوا كيف شريبات الماء. غادي نبدا لكم الاستوار من الانقلاب ديال الطيارة اللي وقع في 16 غشت 1972. ما عندويش على الحداث اللي وقعوا في داك النهار حيت مازال غادي نرجع لهم بالتفاصيل. غادي نبداو بالبيان ديال الوكالة الرسمية ديال الأنباء اللي خرج الغد ليه ديال الانقلاب. قالوا فيه باللي مع 12:30 الليل انتحر الجنرال أوفقير في المقر هيئة الأركان بقرطاسة في الراس. هاد البيان كلامه قليل ومعاني كتيرة، كان الغرض منه يبين باللي أوفقير انتحر حيت ما قدرش على العار اللي غادي يتبعو. هادي المحاولة الثانية ديال الانقلاب اللي كيدير العسكر اللي هو في الراس ديالو باش يغسل عليه هادشي ناض انتحر. زعما رواية محال تلقى اللي تيقى سلعها هي، والشاري ما تلقى له خطوة لجهتها. الدار عندنا في الرباط طرطقات بنادم، رئيس الوزراء، أعضاء الحكومة، مستشارين دالباليك، وناس من فاميلتو. هادو كاع جاو باش يواسيو الوالدة ويشاركو معانا الحزان. اللي كيسمع بنادم انتحر بفردي كيتخايل قرطاسة غتكون كافية، كيتيري في البلاصة اللي ما تحتاجش تعاود، تلقى وحدة والسلام عليكم. نقدر نعطي هنا مثال ديال واحد سياسي أمريكاني سميتو باد دواير، دار ندوة صحافية مصورة، جبد فردي قدام الكاميرات، خشاف موتير، فيديو موجودة في الانترنت، لكن ما كنصحش بها اللي ما يقدرش يشوف داك المنظر. هادشي لا جبتو غير باش نقول لكم باللي الجتة ديال الوالد ديالي ما كانتش فيها قرطاسة واحدة، وماشي جوج، وماشي ثلاثة، ماشي حتى أربعة، كانوا فيها 5 ديال القرطاسات، واحدة في الظهر، الثانية في الكبدة، الثالثة في الدراع، الرابعة في القلب، والأخرى دخلات من اللور الراس وخرجات من عينه اليسرى. هاد الأثار اللي مخربقة كتبين باللي أوفقير قتلو جوج الناس، واحد موالف بالسلاح فيزا على ديزورغان القرطاسة فيهم كتقتل، والآخر ما عندوش ليكسبيريونس بقى غير كيشير فين ما جات. بزاف ديال الناس غامرو بالمنصب ديالهم وجاو لعندنا. المحايل الكبيرة كتجيب معها خيبة الأمل اللي تاهي كبيرة، ولكن الحمد لله ما خابش ظني في صحابي اللي حضروا كاملين في جنبي. استقبلنا العزايا أنا ومالكة أمي، مريم اختي مريضة بالصرع كانت شادة الفراش، وخوتي الصغار ماريا وسكينة وعبد اللطيف، خلاتهم الوالدة في دار واحد صاحبتها باش تبعدهم على الصدمة الموت ديال با. الوقت الوحيد اللي كان جرحي كيخف هي فاش كيقلالو الناس وكنتلاقى بصحابي. من غير هادشي كان ضروري خصني نستقبل الناس من القبائل ديال الأطلس فين كاين الأصل دمي، ومن القبائل ديال الجنوب الشرقي فين كاين الأصل دبا. لقيتهم في واحد الخيمة مجموع فيها أكثر من 60 راجل، عنقوني واحد مور واحد بتعناق حار. كتحس من كلامهم بحال إلا تيهنيوك ماشي كيعزيوك. ما تباك راجل، كون حتى انت راجل. مع خرجت من الخيمة جا عندي مولاي علي،
هاد السيد هو اللي مكلف بالدار ديال الوالد. قال لي راه سعيد كاين هنا وباغي يهضر معاك دابا، راه خصو دغيا يمشي في حاله. ما عرف شنو جابو لهنا. سعيد هو واحد اليتيم كان تبناه جدي من با، شارك في الحرب ديال الجزائر ودابا راه مقرب من الرئيس بومدين. وبعد الصيف شغل حضوره بالي. تاني مولاي علي حتى البيت لماكن ديال البيسين، لقيت تما سعيد اللي خداني بين دراعو عيني كيبريو بالدموع. كان صادق في عزوه، وكان ديما تيحس براسو واحد من الفاميلا وخا عايش في الجزائر. قال لي راه عندي واحد الرساله من الرئيس بومدين للوالده ديالك، غادي يكون حسن لا تلاقيتها في السر، تقدر تشوف كيف دير. قلت ليه كون هاني، غادي خصنا شويه د الوقت باش ندوزها قدام المطار، اجي تبعني. ديتو الفيستير ديال البيسين وطلبت من مولاي علي باش يبقى معاه. مشيت عند الوالده لقيتها باركه في الارض فوق الصلايه والدنيا عامره، لابسه البيض وعينيها حمرين بقوه البكا، ريح الحزان عاميه بعجاج محطمه ومنهوكه. تحنيت لعندها وحلات الدرع عليا وخداتني بين حضانها، بكاها مخلط مع نفاسها. وصلت لها الاخبار غير بشويه فودانها. شوف كيف تلقاي شي سبب باش تكوني في بيتك، حيت السيد باغي يشوفك ضروري. شدات في ايدي وهي تايهه من شده الالام وحر الدقه، مهلوكه من قله النوم ومن تقل العذاب مسحوقه. فهمت من شداد ايديها بلي موافقه. طلعت للايطاج الفوقاني لقيت الخدامه في بيت النعاس دوالدي مقابله مع التصويره ديال با وكاتبكي. تحنات على كتفي وفي هذه اللحظه حاولت نشد في راسي باش ما نبكيش. جريت الاخوامي باش الناس اللي في الجرده ما يكون عندهم كيف يشوفوا شنو كاين لداخل. هبطت لواحد البيت كيكون فيها الماتيريال، زيت واحد الصنيطقه وبلوزه زرقاء. رجعت كانت تسلت لعند سعيد في الفيستير، قلت لي هاك لبس عادي، رابع لي هادي هي الطريقة الوحيدة باش ندوزك بلا ما يدي ما يجيب شي حد. طلبت من لي غارد كور ديال الوالد باش يوصلو سعيد للبيت من الكوزينة، وهكا دخل في صيفة بلومبي جاي يصوب شي فويد الما في ليطاج الفوقاني. داز كل شي مزيان وتلقى سعيد بالوالدة، قال لها راه جيت باش نوصل لك التعازي ديال الرئيس بومدين، راه كيساندكم من قلبو، داكشي اللي كيجمعو براجلك راه فايت السياسة. وقال لك بلي البيبان ديال الجزائر مفتوحين ليك، الا بغيتي راه غادي تكون دار تحت ايديك فيها كاع الوسائل الضرورية باش تعيش. شكرات امي وقالت ليه ما عمرنا ننسى ولا انا لا ولادي هادشي اللي بغى يدير معانا الرئيس، ولكن ما نقدرش نقبل، حيت لا قبلت غادي ياخذ هادشي معنى اخر من غير اللي هو في الاصل. مشى سعيد وفضات الوالده هاد الشغل. في اليومين اللي جاو مورا الانقلاب دارنا ما خواتش، حرقنا شي ضواصه وتصاور حيت امي كانت باغا تبقى بعيده على الخماج السياسه. قالت لي هادشي كامل خصو ما يبقاش، تا حاجه ما غترجع ليه راجلي. كون كان باك باغي هادشي يبان كون دارها في حياته فاش كان عايش. طلبتها باش نخليو شي ضواصه ولكن ما بغاتش، كانت عارفه بلي المعلومات اللي تما خطيره، وكنا بجوج مقتنعين بلي داكشي اللي فيها ما كيسوى حتى بصله من الاسرار اللي دا مع الوالد لقبره. وخا هادشي كامل قدرت نسلت ورقه وجوج بريات لقيتهم في الجيب ديال اخر لبسات الوالد، وفيها ليسته ديال السميات مكتوبه بخط ليد، والعنوان ديالها هو المجلس الوطني للوصايا. في الفجر ديال 18 غشت حضر 200 واحد على قبل الجنازه ديال الوالد.
كانت عادي آخر مرة غتبوس الوالدة راجلة. تحنيت بدوري باش نبوسو ورديت البال لواحد تبسيمة إيرونيك على وجهو، يمكن كانت آخر حاجة قبل بعادوك اللي قتلوه. المتنبي عندو بيت شعري كيقول فيها: إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. على ما كان عندك من الموت هرب ما تموت دليل. فهاد النهار كان طيارة عسكرية كتسنى باش دين النعش ديال با البلادو. الموكب ديال الجنازة غادا فيه شي 12 طونوبيل شادين طريق ديال القاعدة الجوية ديال الرباط سلا. دخلوا النعش للطيارة ودخلنا معاه أنا وجدي من أمي وشي ناس من الفاميلة وقلعنا. وصلنا للمطار تقصر السوق وتما نزلنا. قصر السوق هي الرشيدية ديال دابا، ديك الساعة كانوا مازال ما بدلوا ليها السمية. البلاد ديال با بعيدة على هنا بشي 80 كيلومتر. لقينا فيها الناس كتسنى كيصدحوا بدعاوي مع الميت وفاميلتو. رجال اللي معروفين بعصاب هادية كيبكيو كيف الصبيان. العيالات ضايرين بالمقبرة كيزغرتو غواتهم كيقطع القلوب. فاش نزلت أول بالا محملة بالطراب على ولد البلاد في قبره، تلقوا البارود في السماء تكريم منهم للروح الميت. فاش سالينا الدفين مشيت زرت جداتي من با موت الواليد. لقيتها في الدار وسط عيالات الدوار. خديتها بين دراعي بتعنيقة وكنحس بذاتها الضعيفة كترجف. هادي شهر باش خلاها الواليد تحلف ما تطيح دمعا لا ما تعسكريش جيع. قال لها لام دليل ديك الساعة بكي حتى يمشي ليك الشوف. وفات جداتي بالوعد. لون وجهها مخطوف بيض كيف الكفن اللي خطف ليها ولدها. ما عمري شفت شي مرة بحالها. ما عمرها فات البلاد. ما مسوقاش الماديات طبع ديالها وليما اللي فيها خلاها ديما تكون عندها واحد الهيبة في شكال جامعة بين الحكمة والمحنة. الاحترام اللي عندها في البلاد مالو مثيل. مورا الظهر ديال هاد النهار نيت، يعني مور يومين على الانقلاب، كشفت السلطة على اخبار جديدة اللي هي وفقير كان مورط في الانقلاب. دوا وزير الداخلية على الغدر والانتحار وشرح كيفاش طلق أوفقير ثلاثة ديال القرطاسات على راسه. دوا على ثلاثة وانا ديجا شفت قبل اللاتار ديال كتر من هاد العادات. الغد ليل غا الحسن الثاني جوج ديال المناصب اللي كان شغلهم أوفقير: وزير الدفاع والقائد العام ديال القوات المسلحة الملكية. الملك شخصيا هو اللي غادي يتكلف بهاد المناصب بجوج. هادشي كاملكم والماجيكم آخر. في نهار 20 غشت صيفط الملك مدير ديال الأمن الوطني باش يبلغ الواليدة بلي غادي يطوقوا الدار ديالنا. العائلة وصحابنا اللي بغاو يبقاو معانا ماشي مشكل، ولكن بشرط واحد: اون فوا غادي يطبق هادشي تحد منهم ما باقي عنده الحق يحط رجليه برا الصور ديال الفيلا. شي وحدين من الفاميلة وثلاثة صحابنا زيد على شي خدامة قلال وما اللي اختاروا باش يبقاو معانا. في أول نهار ديالنا ديال الإقامة الجبرية بدأوا الاستجوابات في الليل كيحقوا مع الوالدة ديالي وهي مرفوعة بقوة الدوايات. شنو كتعرفي على العلاقة ديال الجنرال مع المعارضة مع الفقير البصري؟ باش تقدري تأكدي لينا الملاقيات اللي دار راجلك مع عبد الرحيم بو عبيد وعلى الفاسي؟ شنو علاقتكم مع ابراهام السرفاتي؟ شنو كدا شنو هادي؟ سئلة ما كتساليش وليستاد السميات ما كتقاداش. سولوها على اللبسة العسكرية اللي مات بها الوالد. قالت ليهم راح حرقتها. ووصل الهضرة للمالك قول ليه راه هادشي كيضحك وفقير تقتل وراه كلشي عارفه. الغد لي دار الحسن الثاني مؤتمر صحافي
وفيه قدم الرواية ديالو للحداث اللي وقعوا. قال باللي أوفقير خرج الفردي ديالو، حاولوا الناس اللي حاضرين دليمي والجنرال مولاي حفيظي منعوه، ولكن بدا كيطلق القرطاس بواحد الشكل عشوائي، كان غادي يقتل شي حد، والقرطاسة الأخرى اللي يطلق هي السبب في موته. نرجعوا للإقامة الجبرية وشنو جا من موراها. سيمانات قليلة مات خالي عز الدين في كسيدة، دخل فيه واحد جادار ما يصيفطو مغيب للسبيطار. يومين موراها توفى. القضية مضبة وما عرفنا مات ولا تقتل. هادشي تعقد مزيان لدرجة أنهم ما خلاوش الوالدة حتى تشوف خوها المرة الأخرى. دازت الجنازة من قدام باب دارنا وحنا كاملين لاصقين في الحيوط، كنطلعوا على الموكب اللي دايز فيه شي 30 طوموبيل. منظر ما فيه ما يتشاف، دايرين صنادق وواقفين على طرف صبعاننا، مش لبطين في الحيوط كيف القرود، مجبدين ايدينا لجيت خالي بحال الا باغي نقيسو لاخر مره. حالنا بلياس كايجدب. البوليس اللي كانوا ضايرين بالفيلا منهم اللي كان كيبكي ديال بصح، طاح اليوم العجب. كتكون الحرب كاع وكيخليو الناس تدفن الموتى ديالها وتكرمهم، شاد المحنة اللي نازلة على هاد المرا وولادها. ما كناش في حرب، ولكن كنا مضطهدين بواحد الشكل خايب، بلا قانون بلا ريحة شرف، وما عمرنا تسنيناها ولا طاحت لينا على البال. من زهرنا الناس سيمانات الأولى ديال الإقامة الجبرية قدرنا ندوزوهم بخير بفضل الناس اللي كانوا قراب لينا من الفاميلا والصحاب. من بيناتهم كانت واحد البروفا ديال الإنجليزية اللي اختارت حتى هي تدوز معنا هاد الفترة كاملة. بدأت كتوصل شي خبر للوالدة اللي ماشي تال تما، من بيناتها أن شي اعتقال جاي في الطريق ويمكن غادي يودرونا للجنوب. الناس اللي قراب لينا لصقوا الوالدة باش تدير اللجوء لشي سفارة، ولكن ما بغاتش توسخ صورة راجلها والبراءة ولادها بشي هربة من هاد النوع. قالت لينا ما عندنا علاش نتلامو، المغرب راه بلادنا وما غاديش نغبرو ريوسنا من الخوف شنو مخبي علينا هالايام. دازت 4 شهور و10 أيام وحنا على هاد الحال. تسالات العدة ديال الوالدة وحيدات عليها البيض، أملنا كانت معلقة يترفع علينا الحجز كيف تسالى الحداد، ولكن تبخرات مع السبعة العشية. جعندنا المدير الأمن الوطني وبلغنا بالقرار ديال المالك. القرار هو يبعدونا شي سيمانات لتيزنيت الأسباب أمنية. الوالدة استغربت لهذا الشيء، قالت ليه ما فهمت شنو غادي يوقع لينا. عرفتو باش جاوبها المدير، قال ليها كون كنت بلاصتك الحاجة كون تحرت أنا وولادي حسن لي من داكشي اللي كيتسناكم. دير راسك بلاص سموي، راح تفودني كهضره بحال هادي. فاش غاتفكر شنو غاتقدم ولا توخر؟ لا بالك ما دير غير ديرو. ما حنا حلينا داك المدير هاد القنبوله وزاد في حاله، قدامنا ساعتين باش نجمعو حوايجنا. الفو هاد المطريات ديال البواليس دايرين بينا، مقابلين الصغيره والكبيره، كيفتشوا البيوت وكيقلبوا في اي حاجه ناويين ديوها معانا. جوج ديال الناس اللي مسموح ليهم يمشيو معانا، عاشوره بنت عم الوالده وحليمه المربيات خويا الصغير. نعطيكم التاريخ باش حتى حد ما يتلف، 24 ديسمبر 1972. في الليله ديالو خرج الموكب من العاصمه وشدينا طريق للجنوب. مرافقنا 27 بوليسي سيفيل و30 واحد من السيمي. دار امي وعبد اللطيف وخواتاتي ب4 في طوموبيل.
حليمة وعاشورة لقاو راسهم في طونوبيل خرى، وأنا كنت في طونوبيل ديال الشاف اللي مكلف بهاد الميسيون، مريح في اللور دايرين بيا جوج لباليس. هادشي خلاني نسمع التعليمات اللي كانت كتوصل ولا كتصيفط من الراديو. اللي موالف بالطرقان غادي يكون عارف الطريق منين دزنا، ولكن في الحقيقة الطريق كدير بلاصة وحدة القبر فين ربيع عمرنا غادي يطلق نفاسو للخرة. دازو سوايع وحنا كنطحنو في القودرون، وصلنا لتيزنيت وطلعت غير محطة غادي نفطرو فيها ونشدو طريق الصحراء. دخلنا في البيست وخلينا مورانا المدينة ومعالمها، طونوبيلات كيشطحو ويفيبريو تا حاجة فيهم ما راسية. واحد شوية وقفنا، هبطونا من الطونوبيلات، انتشرو السيمي في البلاصة وجا لجهتنا شافو ربعة ديال المسلحين. كنا واقفين مجموعين حدا بعضياتنا، الريح كيلعب ديال حوايجنا والصحراء ما كتحد بشوفها. المهم عنق اخويا الصغير عبد اللطيف اللي ناعس على صدرها. فهاد اللحظه طرطقوا المطرايات ولاو واجدين للتير. بحركه عفويه حطات امي ايديها على راس خويا الصغير باش تحميه، وقالت لينا بشويه حياتنا حتى هنا وليداتي، كونوا شجاع راه الله معانا. في لحظه بحال هادي اللي ما عمري دوس بحالها من قبل، ولي الاحتمال ديالها باش توقع لشي حد في حياته قليل وتقريبا من عادم، بديت كنقلب على الشجاعه في القناعات ديالي وفي داكشي اللي تربيت عليه. تفكرت المرار اللي حس به الوالد فاش شاف واحد اللقطه داز في التلفازه نهار كانوا غادي يعدموا شي طوبات شاركوا في انقلاب السخيرات، واحد منهم بدا كيغوت عاش الملك. الوالد ديالي تأسف لهاد اللقطة وقال بلي هذا لبس العار ديال الموت دليلة. أنا عندي غير 15 عام، ما رانيش شي حد مهم وما مخلي مورايا والو أصلا، نموت زعيم خير لي من موت المدلة. بهاد الطريقة غادي يبقى مورايا مجد ديال حياة قصيرة. أمي كان في عمرها 36، مالكة 19، مريم 17، ماريا 10، سكينة 8، والصغير فينا عبد اللطيف عنده 3 سنين ونص. واش كتخيلوا المنظر ولا لا؟ ثواني قليلة دازت علينا كيف القرون. غوت الشاف وقال له صافي كل شيء هو هذاك، رجعوا للطونوبيلات. تسالى هاد المشهد ديال التمثيل الخاوي للإعدام ديالنا، الغاية منو يتراسو لينا خط حمر بين حياتنا اللي خلينا مورانا وهاد الجحيم اللي جاي من هنا للقدام. ولا ما صفاوناش فهاد النار فرا غير باش يخنقوا حياتنا بشي طريقة أخرى، ناويين يعطوا بينا درس لأي واحد آخر كيف ما كان. رجعنا للطونوبيلات اللي بقاو غادين كيزحفوا بينا في ديك الصحراء. فاش وصلت الوحده ديال الفجر كنا في آسة، هذه خشله قديمه ديال فرنسا من يامات ليوطي. وقفوا بينا دوك الطونوبيلات المغبره ونزلنا وسط الجرا والتزنزين ديال الضو، صوات البيبان والبروتكانات والهضره من هنا وليه. لقينا اللي غادي يتكلف بينا هو المدير ديال الحبس دقنيطره، هو اصلا اللي مكلف بالطوسي ديال الانقلابيين، لا ديال 71 ولا 72. فاش كيدوي كتحس بداك الفم اللي مركب غادي يتلح على برا ولا غادي يبلعو. كانوا معاه ضباط من القوات المساعده، ناس من السيمي وشي 5 د الباليس ضايفونا. وصلونا حتى للمكان اللي ضربنا الطريق على قبله، حطينا متاعنا في واحد الخربه قديمه ومهجوره فيها جوج بيوت الأرض فيهم من التراب وشبعان أحفاري، جلي جوم مهرس والشقات اللي في حيوطهم وحدة تنسيك في الخرى. تصوروا شكون غادي يعلق على هادشي؟ أصغر واحد فينا تعجب لهاد الروينة. عبد اللطيف قال لأمي واش ما كاينش موكيط هنا؟
هاو الدير ماشي غير هو اللي ما كاينش، القدار كتسخر منا. ما بين ليلة ونهار دزنا من العز للفقر. أول وجيبة استقبلونا بها هي طريف د الخبز وبطاط السردين، وراها بدينا كنقادو في حوايجنا. ما كاين لا بلاكارات لا والو، فراش قليل في الأرض والسلام. فاش حلينا بالزنا تيبان ليك واحد التناقض خطير. الحوايج غير الماركات المشهورين، اللي من باري، اللي من سويسرا، لندن، ميلانو، وغادي نلبسوهم في قلب الصحراء، قمة ديال التفاهة. حاولنا نقيو داكشي اللي قدرنا عليه بالماء والصابون، ودوزنا ليلتنا الأولى. البروغرام عندنا بنهار ولات كل ساعة من سوايع وعذاب، ليالي خانقة والعقارب والحناش علينا هاجمة. ما كيدوش النهار إما كان عصروش على هادشي اللي جرى لينا، كلها كيجبد من ذاكرتو شنو سمع ورا. كاين شي أسئلة اللي صدعنا بيهم الراس دمي. مي، واش ما كنجيش عارفة؟ واش ما قال لك با والو؟ ما كانش فراسك الانقلاب زعما؟ مي كعات حيت شكينا فيها وقالت لينا كون كنت عارفة ما غاداش نرمي راسي طعام للدياب، وكنا لا أنا لا با كنموتو ألف مرة وما تمس حتى شعرة منكم. تألمات بزاف حيتاش كتشوف الكبدة ديالها كتشوى قدامها وما قادرة تدير والو. شنو الذنب اللي درنا حتى نكونو هنا؟ مورا الموت ديال البولادو كيخلصو، ما كفاتش موتو ورتو لينا عقوبتو. شوف كيف كنا وكيف ولينا، كفس من داك اللي خلى ليهم باهم الخوا وخيولك موساد في ليو. شي مات ما خلا وشي خلا روينا، واحد عطاتو حتى كفاتو، واحد كركباتو حتى جابتو على عين قفاتو. لكن دل ساعة كينسيك العز شهر، تخيل دل سنين شنو غادي يدير فيك. لما وضحتش ليك الصورة ليام الماجية تبين ليك. مازال عاد بدينا ليستوار، وسيمانا الماجية غادي نافونسيو فيها. هذا ما كان أخوتي، تلاو.